كفروا أبا حنيفة، قالوا لأن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن. طيب، والنص الذي جاء عن محمد بن الحسن أنه نظر أبا حنيفة في خلق القرآن 6 أشهر فتاب أبا حنيفة من هذا القول؟ يقولون لا، مع ذلك كافر. أقصد من هذا أنه أثر من الآثار، قال الطبري أن كل الفرق الإسلامية أجمعت على قبوله إلا الجهمية، وقيل أن يعني الجهمية تنكره. هذا المعنى الذي ورد في الحديث لا ننكره كأهل السنة، لا ننكر المعنى المذكور في ذلك الحديث الذي أشرت إليه، لا ننكره كأهل السنة. المشكلة أن بعض أهل السنة نظر في إسناد هذا الحديث فقال هو أولا منسوب إلى تابعي ونسبته إلى تابعي غير صحيحة، إسناد إلى تابعي غير صحيح، والتابعي هذا لم يأتي ببينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هو من منقول إليه بإسناد ضعيف من تابعي ضعيف مثلا، وقد يكون من الإسرائيليات إلى آخر ذلك. فطالما أنه لم يثبت عندنا بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعتبر هذا الكلام صحيح، لكن لو أثبت لقلنا به. طيب، يأتي شخص ويقول الشيخ مصطفى العدوي، يقول لي الشيخ مصطفى العدوي كافر. الشيخ مصطفى العدوي كافر؟ لماذا؟ قال أنكر الأثر الوارد عن تابعي فلان. الأثر الذي ورد عن تابعي، أنا بنفسي اتصلت على الشيخ مصطفى العدوي وسألته عن هذا الأثر، وقال لي أن إسناده إلى ذلك التابعي ليس بإسناد صحيح، وأصلا هذا التابعي لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون إنكار هذا الحديث أو هذا الأثر كفر؟ قال فلان من العلماء قال هذا الحديث لم ينكره إلا الجميع، والجميع كفار، إذن مصطفى العدوي أنكره فمصطفى العدوي كافر، وأنت كونك تدافع عن مصطفى العدوي فأنت كافر مثله. هذا مبلغه من العلم. فالقصد هذا أن البعض قد يحاول أن يقتبس من العلم، لكن عندما يحاول أن يقتبس دون فهم ودون دراية ودون عرض لفهمه هذا على منهج الشيخ، يعني الآن تجد كثير من الخوارج يأتون بنصوص للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقولون الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال من لم يكفر الكافر فهو كافر، وأنت لم تكفر مثلا فلان الذي الخارجي كفره فأنت كافر مخلوق. خلاص سهل بسيط. الخوارج مثلا يكفرون مثلا بن عثيمين، أنت لا تكفر بن عثيمين وبن عثيمين كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، هكذا يقول محمد بن عبد الوهاب، عندك اعتراف على محمد بن عبد الوهاب؟ طيب، هل أنت عرضت فهمك على الشيخ، على فهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ هل قرأت كتبه؟ الشيخ بن عبد الوهاب له رسائل كثيرة وكتب كثيرة، ليست مجرد هذه العشر قواعد التي سميت بنواقض الإسلام هي التي خلاص قالها وسكت بعدها. اعرض هذه القاعدة على منهج الشيخ، تجد أنه يعني بالكافر الأصلي الذي كفره ظاهر. من لم يكفر اليهود والنصارى، وهذه مسألة مجمع عليها، من لم يكفر اليهود والنصارى كافر. من لم يكفر الذي أظهر شركا وقال أنه ليس على ملة الإسلام هذا كافر. لكن شخص مختلف في، طب محمد بن عبد الوهاب ما كفر تارك الصلاة، وتارك الصلاة عندنا كافر، معناته محمد بن عبد الوهاب كافر. أنت الخارجي تعتقد مثلنا أن تارك الصلاة ما بان مسلم كافر، ومحمد بن عبد الوهاب صرح بأنه لا يكفر إلا بكفر مجمع عليه، وتارك الصلاة كفره ليس مجمعا عليه، وبحسب رأي الشيخ محمد فمحمد بن عبد الوهاب لم يكفر الكافر، لا تكفر لي ولا شيء. على فكرة هم ما عندهم مشكلة، ممكن يكفرونه، لكن في عندك بعض الكلمات التي يستشهدون بها صعب عليهم أن يجدوا، أن يبحثوا في الكتب ليجدوا غيرها، ف لا يكفرونه. يعني مشكلة يأتي لبعض الكلمات عند بعض أهل العلم لا يفهمها فهما صحيحا، يحاول اقتباس شيء من العلم لكن لا يفهم،
الفهم الصحيح، لا يفهم كلام العالم على منهج ذلك العالم، فعندها يضيع، عندها يضيع وعندها يضل ويضل غيره. والأمثلة على ذلك كثيرة، من الناس الذين يستشهدون ببعض كلام لأهل العلم يفهمونه على غير مراده، أو يستشهدون حتى بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية يفهمونها على الغير المراد الصحيح، فعندها يضلون الناس ويضلون أنفسهم في ذلك. فليس كل من حاول أن ينهل من معين العلم يستفيد منه. يقول: وأن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه. لأنك إذا كان عندك شيء من الحكمة فاحتفظت بها لنفسك فصارت كالجسد الهامد لا منفعة فيها ولا حياة، لكن عندما تتكلم بها وتنفع بها غيرك ستصير فيها حياة ويصير فيها نور ويصير فيها هدي يقتدي به الناس. يقول: وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق. هذا كقول الألبيري عن العلم: وكنز لا تخاف عليه لصة. العلم لن يسرقه منك لص، وهو بعكس سائر الأشياء يقول الألبيري يزيد بكثرة الإنفاق منه، كلما تكلمت بذلك العلم الذي تعلمته زاد علمك وفتح الله عليك وراجعت علمك. لكن احفظ القرآن والصحاح واجلس في بيتك لا تتكلم بها ستنساها ولن تستفيد منها شيئا، لكن علمها كل يوم ستجد أنك استفدت أكثر مما أفدت، فهذا كنز يزيد بكثرة الإنفاق منه. والكنز في أصله هو المال الذي يختزن فلا تخرج زكاته. فشبه العلم المكتوم بالكنز، هذا هو كنزه لنفسه. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه لجم بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. فالأصل بالعلم أنه لا يكتم، بل لا يجوز كتمه. يقول: وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير. طريق مظلم وهي ظلمات الجهالة وظلمات الكفر وظلمات الفسق، فصاحب العلم كالذي حمل السراج للناس لكي يهتدوا بهذا النور، النور الذي جاء من عند الله، نور وكتاب مبين من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يهدي به العالم الناس ويدلهم به على طريق الخير، فكان كالذي حمل السراج، هذه السرج التي تضيء للناس يشبه بها العلم الذي يقوله العالم لينير لهم درب طريقهم إلى مرضاة الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الخطأ أن يسمى أعداء الدين بالمتنورين أو التنويريين، لأنهم ظلاميون. التنويري هو من أنار للناس طريقه كالقمر ليلة البدر، هذا هو التنوير. البخاري هو التنوير، ومسلم هو التنوير، وأبو بكر هو التنويري، وعلماء السنة هم التنويريون الحق. أما أهل الباطل فهم الظلاميون. بقي دقيقة وأقل من ذلك الأذان. طيب، إذن نعم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هؤلاء هم الظلمون. فأهل السنة وأهل الحق هم حملة المصابيح الذين ينيرون للناس طريقهم، وكل يدعو إلى الخير، كل العلماء يدعون الناس
إلى الخير. نختم بهذا ونقول بإذن الله بعد الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.